موجتنا دي هنتكلم فيها عن مصير المخالفين بعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح، واللي كان آخر موعد ليها النهاردة 30 نوفمبر. إيه الموقف بشكل نهائي، وما هو حصاد التقنين بعد دعم الدولة للبسطاء وأهمية المنظومة الجديدة للبناء؟ اسمحوا لي أرحب بضيفي عبر سكايب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. سيادة المحافظ، أهلا بحضرتك في المواجهة وسعداء أنك موجود معنا للحديث حول هذا الموضوع المهم. مساء الخير يا أستاذة ريهام، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. خلينا في البداية يعني نتكلم عن انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح، واللي كان آخر موعد ليها النهاردة 30 نوفمبر. قراءتك إيه لأهمية إجراء تقنين الأوضاع خلال الفترة الأخيرة يا سيادة المحافظ؟ هو طبعا تقنين الأوضاع ده موضوع كان مهم جدا، وأنا كنت بقول إن ده قانون جه فرصة للمخالفين لإصدار شهادات ميلاد للمباني المخالفة، وده اللي خلى حصل إقبال جيد. يعني أنا أقدر أقول لحضرتك إن عدد اللي تقدموا بالنسبة لنا في محافظة الشرقية تخطى حوالي 90% ل 92% من المخالفين، وده معناه إن المواطن حس بأهمية القانون، وطبعا بجانب التسهيلات اللي تمت للمواطن خلال الفترة اللي فاتت. فأنا بقول إن من وجهة نظر المرحلة اللي احنا شفناها اللي فاتت بتؤكد تماما إن المواطن اقتنع تماما بأهمية القانون، واعتبروا إن ده طوق نجاة للمخالفة الموجودة عنده. لأي مدى كان القرار ده يا فندم ضروري لمواجهة البناء العشوائي والمخالف؟ لأي مدى كنا محتاجين لقرار زي ده؟ هو طبعا احنا محتاجين للقرار ده، ومحتاجين كمان القانون، يعني زي ما دولة رئيس الوزراء قال وضع اشتراطات بنائية جديدة، وعشان كده حضرتك عارفة ان مفيش تراخيص حتى الآن لحين الانتهاء من وضع الجديد، لان القديم اللي موجود خلاص هو توقف على كده بيتم تقنينه، وبعد كده هو الجديد هو اللي احنا محتاجين انه ما يطلعش بصورة عشوائية او مخالفات بنائية صارخة زي اللي موجودة في الوقت الحالي.